أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه. يلزم نفهموا أن احنا داخلين في عبادة. شوف قديش من طلب حققته يا مرأة راجلك، وانت يا راجل قديش من طلب طلبته من مرتك. إذا كان رمضان ما يلقاش فيكم الخير، وانتوما أنفسكم ما تلقاش فيكم الخير، لا خير في المجتمع اللي نعيشوا فيه جميعا. لا فما صيد ياكل غزالة ومن بعد حيلو على المحاكمة من أجل ما كنت غزالة، قال شنو، قال ما تحمل مسؤوليتك، مو طبيعته. أنا شديتك من خشمك وقلت لك افطر رمضان، أنا شديتك من خشمك وقول كل متاع الناس. وأن المرأة في الريف ما ياخذهاش الراجل باش تحمي الطابونة وباش تجيب الحطب وتجيب الماء من العين ولا من السبالة، وإنما باش تكون صنوة له في تقدير شؤون الأسرة والمشاركة فيها. وفينا عقول ما هيش محطوطة على البوصلة متاع الزمان متاعنا.